Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، شكل ما وعدناكم المرة اللي فاتت إن احنا في أول الحصة دي إن شاء الله هنراجع على تمارين الجرامر الخاصة بالليسن 1 وليسن 2 أو الخاصة بيونت 1 في كتاب جيم إن شاء الله، ولكن المفاجأة النهاردة إن احنا هنراجع عليها من كتاب جيم وكتاب المعاصر، يعني اللي معاه كتاب جيم هيقدر يتابعنا إن شاء الله، وكمان اللي معاه كتاب المعاصر هيقدر يتابعنا ويشوف حل التمارين الخاصة بالجرامر بتاع يونت 1. ده بالإضافة إلى إن احنا إن شاء الله هناخد الفوكابلري الكلمات بتاعت ليسن 1 وليسن 2، وكمان هناخد اللانجوج نوتس الخاصة بموضوع الريدنج اللي موجود في ليسن 1 وليسن 2. إن شاء الله تابع معانا، إن شاء الله تقدر تستفيد. بس اوعى تنسى بلغ كل زمايلك إن شاء الله إن احنا بندرس منهجنا إن شاء الله على القناة دي كأننا بنروح درس تماما، مش هنسيب حاجة إن شاء الله. عشان كده بقولك خليك دايما مستعد، سواء معاك الكتاب ده أو الكتاب ده إن شاء الله هنحل كله في القناة. So let's get started. يلا بينا. تعالوا نشوف أول سؤال معنا، هو بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number one بيقول لي it's cold today. When you go outside you wear a coat. طبعا بيقول لي الدنيا برد برا، فالمفروض تعمل ايه؟ ترتدي ولا لا ترتدي بلطو وانت طالع؟ فالمفروض ان هو يجب ان ترتدي، فبالتالي هختار should. should يبقى should هنا بيجي وراها مصدر الفعل بدون اضافات، يعني ما ينفعش يجي وراها ماضي، ولا ينفع يجي وراها فعل في اس او اي اس، ولا ينفع فعل في ing. لازم الفعل بتاعي يكون في الانفينيتيف كيس، يعني في المصدر. نمبر 2 بيقول لي you take photos of people unless you ask them first. قبل ما تسألهم، طبعا كلمة unless دي معناها لو لم، يعني لو انت ما سألتهمش المفروض ما تلتقطش صور ليهم، فبالتالي هقول you shouldn't. You shouldn't. طبعا هنا لو قلت لك استعمل لي if هتقول if I were you I wouldn't take. لو قلت لك استعمل لي you had better هتقول you had better not take. طيب اللي بعدها بيقول لي you a walk too much in the sun. You a walk too much in the sun. المفروض ان انت تمشي كتير، ولا ما تمشيش كتير في الشمس؟ المفروض ان انا ما امشيش كتير، يعني لا يجب، فبالتالي هختار shouldn't. تاني هختار shouldn't. اللي بعدها بيقول لي you should definitely windsurfing. You should definitely windsurfing. قلنا قبل كده ان المودال فيربس الافعال الناقصه بيجي وراها دايما مصدر، فبالتالي should هجيب وراها try لان try هو مصدر الفعل. نمبر 5 you spend much time watching TV. It's a waste of time. طالما قال لي ان هي مضيعه للوقت، تاني waste of time دي معناها مضيعه للوقت. طالما هي مضيعه للوقت فالمفروض ان انت ما تعملهاش، فبالتالي لازم اقول you shouldn't spend. You shouldn't spend. The next number 6 see a doctor today. See a doctor today. لاحظ ان فينا question mark، يعني ده سؤال، يعني اذا ما ينفعش اقول he should، المفروض should he، لان في السؤال الفعل المساعد بيسبق دايما الفاعل، فبالتالي هقول should he see a doctor today. اللي بعدها بيقول لي you stay under the water for too long. طبعا to هنا لما تيجي قبل الصفة بيبقى معناها اكتر من اللازم، فبالتالي بيقول لي انت تقعد مدة طويلة تحت المية. طبعا لا يجب ان انت تقعد مدة طويلة تحت المية، فبالتالي هقول you shouldn't. تاني you shouldn't. اللي بعدها number 8 بيقول you ask the teacher for help if you don't understand the lesson. لو انت مش فاهم الدرس هتسأل ولا مش هتسأل؟ المفروض ان انا اسأل، فالمفروض هنا اختار يجب اللي هي should. حد هيقول لي مستر انت قلت لي ان should بتساوي ought، ليه ما خدتش ought؟ هقول لك لا، ought عشان اجيبها لازم اجيب وراها to. حتى لو هنا انا بقول لك شيل should واستعمل له ought، لازم اجيب وراها to، يعني تبقى you ought to ask the teacher for help. You ought to ask the teacher for help. اللي بعدها بيقول لي that's a fantastic book. You read it. طالما هو كتاب رائع فالمفروض ان انت تقراه، يبقى يجب اللي هي should. برضه ليه ما خدتش ought؟ اقول له عشان ما فيش to. عشان ما فيش to. تعال نشوف نمبر 10. نمبر 10 بيقول لي I don't think، يعني أنا لا أعتقد you go out so much when you have a test. طبعا بقول لا أعتقد إن أنت إيه تذهب ولا لا تذهب. طبعا كلمة I don't think كده نفت الجملة، يعني لو هنا المفروض إن أنا أحط shouldn't، لا أخليها should. لو هي should أخليها shouldn't. يعني لو أنا شلت I don't think
وقلت لك اقرا لي الجمله كده. يو اي جو اوت سو ماتش وين يو هاف ا تيست. هتقول المفروض ما تخرجش، يعني المفروض يا مستر اصلا يو شودنت، لا يجب. بس لما يحط لي اي دونت ثينك خلاص تخلي شودنت شود وشود شودنت، فبالتالي هقول اي دونت ثينك يو شود جو اوت، اي دونت ثينك يو شود جو اوت. عشان كده جابها لي من ضمن اسئله الفائقين. تعالى نمبر 11، انس جيت اب ايرليير. طبعا الناس اول ما هتشوف انس هتقول انس شود على طول، يعني يجب. هقول لك بس خلي بالك ان انس هنا جه وراه كوما، يعني معناها ان انس ده منادى، فبالتالي انا بقول له يا انس. يبقى اذا هنصحه النصيحه دي خالص، اقول له يو شود، انس يا انس يو شود جيت اب ايرليير، يو شود جيت اب ايرليير، يعني المفروض تصحى بدري شويه. اللي بعدها بيقول لي write the following using the words in the brackets to give the same meaning. انا عايز ادي نفس المعنى باستخدام الكلمات اللي ما بين الاقواس. Number one بيقول لي advise you to study hard for the final exam. بيقول لي استعمل should. طبعا عشان استعمل should لازم اشيل advise you. وخلي بالك قلت لك خلي بالي من النصيحه، يا ترى هي موجهه لمين؟ advise you يبقى بنصحك انت. يبقى الفعل بتاعي عادي جدا هيكون you، فهقول you should study hard for the final exam. كل اللي انا عملته شلت advise you، حطيت مكانها you should، بس لاحظ should جاي وراها مصدر الفعل بدون اضافات. ما ينفعش اقول you should to study، غلط، should ما يجيش وراها to. اللي بعدها بقول advise you to carry your passport with you when you are traveling. طبعا هنا بيقول لي استعمل should، وطالما هستعمل should يبقى هشيل advise you، والنصيحه هنا موجهه ليك انت، فبالتالي هقول you should carry your passport. المفروض ان انت تشيل الباسبور بتاعك with you when you are traveling. طبعا بكمل الجمله عادي خالص. اللي بعدها ودي طريقه اخرى من طرق النصيحه، بيقول لي my advice to you، خلي بالك to you مش for you، my advice to you is to get up early، يعني نصيحتي ليك ان انت تصحى بدري. هنا بقول استعمل shouldn't، يعني لا يجب. المفروض هنا ان نصحه ان هو يعمل شيء، يعني لو انا المفروض اصلا هستعمل should، يعني المفروض هنا يقول لي you should get up early. وانا قلت قبل كده لو جمله فيها should وعايز اقلبها shouldn't بغير، يعني بعكس فعل، بعكس صفه، بعكس حال، فبالتالي هقول you shouldn't get up، you shouldn't get up. بس خلي بالك هنا ما ينفعش اقول early، لان لو قلت early يبقى انا كده بدي عكس النصيحه اللي هو بيقولها. فاذا هقول you shouldn't get up late، هغير early late عشان تدينا نفس المعنى. Number four you should study your lessons carefully، يعني يجب ان انت تذاكر دروسك بعنايه. بقول استعمل advise، قلنا الطريقه اللي انا بستخدم فيها كلمه advise، وadvise هنا فعل بمعنى ينصح، اللي هي I advise you، وطبعا النصيحه هنا موجهه ليك انت، فبالتالي هقول I advise you to study your lessons carefully. اللي بعدها بقول لي it's a good idea for her to go to the tourist information center first. قلت لك خلي بالك لازم اخلي بالي النصيحه موجهه لمين، لان هنا اول ما الناس هتشوف it's a good idea وعايز تعمل should هيقول you should، هقول لك لا، لان النصيحه هنا مش موجهه ليك انت، ده موجهه لher، ليها هي. يبقى لازم اجيب ضمير الفاعل من her اللي هو she، فبالتالي هقول she should go to the tourist information center first. اللي بعدها بيقول لي is it a good idea for him to do a sport. في هنا فكرتين اتنين، الفكرة الاولى هو انه سؤال، الفكرة التانية ان النصيحة موجهة له، فبالتالي لازم him تبقى he، وهنا ما ينفعش اقول he should لان ده سؤال، فلازم اقول should he do a sport، should he do a sport. تعال نشوف بتيجي النصيحة ازاي في situations. بيقول لي write what you would say in each of the following situations. Number one, your younger sister wants to look at the sun. Give her some advice. أختك عايزة تنظر للشمس، اديها نصيحة. طبعا يا إما انصحها إنها تلبس نظارة شمسية، يا إما قول لها ما بصيش أصلا للشمس. فبالتالي يا إما قول لها you should wear sunglasses or you shouldn't look at the sun، المفروض ما تبصيش للشمس. طب وانا لازم يا مستر اجيب شود؟ لا طبعا. في ناس هتقول if I were you I would wear sunglasses، في ناس هتقول you had better wear sunglasses، في ناس هتقول you would rather wear sunglasses، في ناس هتقول it's a good idea to wear sunglasses. يبقى بستخدم اي طريقه من طرق النصيحه. Number two بيقول لي you advise your friend not to smoke، تنصح صديقك الا يدخن. يبقى هنا ممكن اقول له يجب الا تدخن، او ان انا اقول له يجب ان تتوقف عن التدخين، والاثنين نفس المعنى. طبعا هجيب طريقه ثانيه فهقول يو هاد بيتر، وانا قلت هاد بيتر بيجي وراها مصدر او نوت، والمصدر في النفي.
You had better not smoke or you should stop smoking. You should stop smoking. تعال نشوف كده number 3 بيقول advise your brother who wants to go out during the rain. بيقول انصح اخوك اللي عايز يخرج اثناء المطره. طبعا ممكن اقول له المفروض ما تخرجش اثناء المطره او ان انا اقول له خد مثلا الشمسيه معاك لو انت لازم تخرج. فاذا هقول له if I were you دي طريقه اخرى من طرق النصيحه I would take my umbrella. If I were you I would take my umbrella. لو انا مكانك هاخد الشمسيه بتاعتي. Or you should take your umbrella. يجب انك تاخذ الشمسيه بتاعتك. طيب your friend spends too much time watching TV. Advise him or her. بيقول ان صديقك بيقضي وقت كتير جدا في الفرجة على التلفزيون وانت هتنصحها او تنصحها. طبعا هقول لها المفروض ما تقضيش وقت كتير في الفرجة على التلفزيون فهقول you shouldn't spend too much time watching TV. لاحظ ان should و shouldn't لازم ييجوا وراهم المصدر يعني الفعل بدون اضافات في اصله. تعال بقى يا سيدي نشوف التدريبات اللي على نفس القواعد في كتاب المعاصر. تعال نشوف number one let's choose. Number one, you drink water from the canal. طبعا هنا من الترعة مفروض ما نشربش مية فدي المفروض تبقى نصيحة من فيها فالمفروض أقول you shouldn't. You shouldn't. يبقى you shouldn't drink water from the canal. يبقى أنا عايزك تلاحظ برضو أن shouldn't يجي وراها فعل في المصدر ما ينفعش يجي وراها فعل في أي إضافات. تعال نشوف number two بيقول لي you look out for dangerous sharks. طبعا قلنا look out for بمعنى يحترس من يحذر من يبقى المفروض اقول you should تاني you should look out for dangerous sharks. You should look out for dangerous sharks. تعال نشوف number 3 you shouldn't under the water for too long. You shouldn't under the water for too long. واعتقد ان احنا حلناها قبل كده يبقى you shouldn't stay. قلنا should و shouldn't بيجي وراهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. تعال نشوف number 4 بيقول it's cold and windy يعني الدنيا برد وكمان windy. windy بمعنى عاصف. when you go outside you wear a coat. طالما الدنيا برد وعاصفه فالمفروض لما اطلع البس بلطو فالمفروض اقول you should wear a coat. you should wear a coat. تعال نشوف الاسئله بتاعت long man. you read this new story it's recommended. كلمه recommended معنى موصى بيه. موصى بيه يعني المفروض تعمله فبالتالي هقول you should read this new story. you should read this new story. اللي بعدها بقول له what should I to lose weight. طبعا هنا should و shouldn't عارفين ان بيجي وراها مصدر فبالتالي هقول do. number 7 بقول it's useful to take this medicine. you take it. طبعا ما قال لي ان هو مفيد فبالتالي بنصحه ان هو ياخده فهقول should. you should take it. تعال نشوف التدريبات دي الخاصة بكتاب المعاصر. بيقول لي you had better. طبعا انت قلت لي يا مستر ان had better يجي وراها مصدر ينوت والمصدر اللي هو منفي. بيقول لي you had better a whom now before the rain starts. يبقى you had better go. you had better go. اللي بعدها بيقول if the weather is bad لو الطقس سيء. طبعا weather هنا بمعنى طقس. فبقول if the weather is bad you go diving. you go diving. طبعا لو الطقس سيء اكيد مش هنروح نعمل عملية غطس فبالتالي هقول you shouldn't go diving. you shouldn't go diving. number 10 what do if you want to get high marks. طبعا هنا السؤال بيكون من أداة استفهام وبعدها فعل مساعد وبعدين فاعل والفعل المساعد هنا أكيد بتاعي هو should فبالتالي هقول what should you do. what should you do. number 11 we leave now. خلي بالك ان ده question يعني ده سؤال. yes we should وجاوبه كمان بيس يعني السؤال كان بادئ بفعل مساعد والشورت انسر فيها should فبالتالي هختار should. يبقى should we leave now. yes we should. تعال نشوف الرايت اللي جاي لنا في كتاب المعاصر. number 1 I advise you to study hard. يعني انا بنصحك ان انت تذاكر كويس. طبعا خدناها قبل كده حتى في الشرح كل الموضوع ان انا هشيل I advise you واحط مكانها you should. خلي بالك النصيحه موجهه ليك انت فبالتالي هقول you should study hard. you should study hard يعني يجب ان تذاكر بجد. تعال نشوف number 2 my advice to you is to get up early. نصيحتي ليك ان انت تستيقظ مبكرا. طبعا لسه حلينا الموضوع كله ان انا هشيل my advice to you والنصيحه موجهه ليك انت فهقول you shouldn't. you shouldn't.
طيب بس يا مستر فو كان بيقول لي ماي ادفايس تو يو، ما قاليش نوت، يعني معناها ان كانت مثبته. طب هو عايز تمام فيا، قلت لك يبقى الفكره هنا ان انا هعكس الحال اللي هو early هخليه late، فبالتالي هقول you shouldn't get up late. يبقى نصيحتي ليك انك تصحى بدري هيها لا تستيقظ متاخرا. You shouldn't get up late. تعال نشوف نمبر 3. It's important for you، يبقى النصيحه موجهه ليك انت، to carry your passport when you are traveling. Should، يبقى هشيل it's important for you وابدا ب you. عارفين ان should لازم يجاب لها فاعل، يبقى you should. طب you should يا مستر، هجيب وراء المصدر، يبقى you should carry your passport when، وكمل الجملة بتاعتي عادي خالص، when you are traveling. طب تعالى في long man بيقول لي if I were you I would read this book، لو أنا مكانك هقرا الكتاب ده. طيب كل اللي أنا هعمله هستعمل should، معناها أشوف الأول النصيحة موجهة لمين، ليك أنت هو if I were you، فبالتالي هقول you. طب you إيه؟ قال you should. طب you should be جورا المصدر، يبقى you should read this book. تاني you should read this book. And the next قولي you should avoid bad friends. كلمة avoid معناها يتجنب. تاني كلمة avoid معناها يتجنب، يجب ان انت تتجنب اصدقاء السوء او الاصدقاء السيئين. فهنا بقول استعمل shouldn't، طبعا هنا avoid بمعنى يتجنب. خلاص لازم هنا اغير الصفة، يعني ممكن هنا اخلي bad دي good. طيب يعني ممكن اقول you shouldn't avoid good friends. تاني you shouldn't avoid good friends، ادي طريقة. في ناس تانية هتقول you shouldn't make bad friends، يعني المفروض ان انت ما تكونش اصدقاء سيئين. You shouldn't make bad friends، ودي إجابة. أو إن أنا أقول تاني you shouldn't avoid، وأخلي bad دي good، يبقى you shouldn't avoid good friends. يعني أنا كده ممكن أقول you shouldn't avoid good friends. طيب تعال نشوف number 6، بيقول لي you shouldn't swim too far from the boat، يعني ما تعومش بعيد عن القارب. هنا بقول لي استعمل لي it's advisable. It's advisable يعني من المنصوح به. قلنا قبل كده واحنا بنشرح it's advisable دي بيجي وراها to المصدر او not to المصدر، او انه هيعكسها لي ويقول لي it's inadvisable. طيب advisable عكس مين؟ shouldn't. فاذا هقول it is advisable. It's advisable يعني من المنصوح به. طيب it's advisable هنا بقول لي swim too far from the boat. هنا طالما قال لي it's advisable يبقى اذا هجيب وراها not to مش to، يبقى not to swim يعني من المنصوح به الا تسبح. تاني it's advisable not to swim، واكمل عادي خالص عشان تدينا نفس المعنى. اللي بعدها you had better not waste your time. شكل ما قلنا قبل كده ان had better بيجي وراها يا مصدر يا not والمصدر في حالة النفي. هنا بقول استعمل shouldn't، فانا هبدأ عادي جدا ب you وبعدين اقول shouldn't مكان had better not، يبقى you shouldn't. طب you shouldn't ايه؟ هقول you shouldn't waste، اكمل عادي خالص اهو your time. you shouldn't waste your time يعني لا يجب ان تبدد الوقت او تضيع الوقت. اللي بعدها you shouldn't smoke. you shouldn't smoke قلنا النصيحة اللي فيها كلمة advise بمعنى ينصح هي I يعني أنا advise you، يعني أنا advise you أنا أنصحك. I advise you هنا بقى طالما جاب لي shouldn't يبقى هقول I advise you not to مش to، يبقى I advise you not to smoke. I advise you not to smoke. أو I advise you to stop smoking. I advise you to stop smoking يعني أنا أنصحك إن أنت تتوقف عن التدخين. تعالوا بقى نرجع لكتاب جيم في
page 14 ودي ال vocabulary الكلمات الخاصة ب listen 1 و listen 2 ومعانا هناخد ال workbook page 1. عندنا بازار، عندنا police station، عندنا tourist information center، عندنا camp، عندنا souvenirs souvenirs youth hostel youth hostel، عندنا ال on water sports، عندنا رياضات مائية شكل fishing fishing، عندنا sailing sailing، windsurfing windsurfing، عندنا ال in water sports اللي هي swimming snorkeling، عندنا scuba diving scuba diving. عندنا تعال نشوف بعض ال additional vocabulary: activity activity، area area، beaches beaches، breathe breathe، canal canal، definitely definitely، equipment equipment، fire hotel، hergada idea، island save، sun cream try، visitor washing machine، weather windy wonderful، young people or youth. تعال نشوف ال conjugations of irregular verbs. تعال نشوف التصريف بتاع الأفعال غير منتظمة دي: find out found found، forget forgot forgotten، hear heard heard، hurt hurt hurt، wear war and war. طيب تعال نشوف ال opposites دي. عندنا comfortable يعني مريح، uncomfortable يعني غير مريح، dangerous safe، expensive inexpensive، modern معنى حديث، ancient قديم، وهنا modern معنى very new، ancient يعني very old. عندنا forget remember far near. تعال نشوف ال prepositions: a group of a group of a group of، fall over fill fallen، find out about ودي معناها اكتشف عن، for a holiday and 10 minutes in the middle of، look out for stay in swim with equipment. طبعا مهم جدا ان انا احفظ البريبوزيشنز دي حروف الجر، لان هو بيجيب لي a group ويديني of في الاختيارات، يقول لي fall ويديني over في الاختيارات، يديني find out ويديني about في الاختيارات، يديني the middle ويقول لي in the middle ايه، of ولا in ولا about على حسب. فعشان كده مهم جدا حبايبي ان انا احفظ ايه البريبوزيشنز دي. تعال نشوف بعض الديفينيشنز اللي هو جايبها لي: بازار، وده a market or a group of shops، ده عبارة عن سوق أو مجموعة من المحلات. عندنا ال police station اللي an office for people who catch thieves، طبعا ده المكتب اللي هو خاص بالناس اللي بتقبض على اللصوص. snorkeling دي رياضة الغطس، معناها swimming with equipment so that you can breathe with your head in the water. وقلنا يا جماعة السنوركلينج غير دايفينج، دايفينج أو السكوبا دايفينج بنزل تحت خالص في الأعماق بأنبوبة أكسجين، لكن دي بتبقى السنوركلينج بيبقى أنبوبة كده من نظارة بتبقى طالعة، الأنبوبة بتبقى في الهواء وأنا راسي بس اللي تحت الماء. tourist information center وده مركز المعلومات السياحية، وده an office where you can find out about a city or an area، ده بيبقى مكان بتوجد فيه معلومات عن مدينة كبيرة أو منطقة معينة. ال youth hostel نوزل الشباب، قال لي an inexpensive، وكلمة inexpensive بتساوي كلمة cheap، يعني cheap يعني رخيص، فبقول an inexpensive place where young people can stay when they are traveling، يعني الناس ممكن تقعد فيه وهي مسافرة. طبعا بعد كده مهم جدا ان انا احفظ الاكسبريشنز دي، التعبيرات دي، واحفظ كل فعل بياخد اني اسم او الاسم بيجي مع اني فعل. يعني عندنا activities بتيجي مع do، sports بتيجي مع do، عندنا scuba diving بتيجي مع go، يعني go بيجي وراها دايما verb plus ing، go scuba diving go fishing go snorkeling. حتى بعد كده هنعرف ان الرياضات اللي فيها ing بتاخد go. عندنا have a great time، وعندنا catch caught a thief، يعني لما اقول يمسك حرام اقول catch a thief. عندنا it's best to، يعني من الافضل، it's best to بجيب وراها infinitive مصدر الفعل، يعني لما اقول لك it's best to play football، it's best to wash your hands before you eat، يبقى it's best لازم اجيب وراها مصدر. عندنا take a boat trip to، يعني ياخذ رحله بالقارب الى. عندنا there is a lot to do، there is a lot to do، يعني يوجد الكثير للقيام به. عندنا try try جاي وراها windsurfing، try windsurfing try معناه يجرب رياضة، try windsurfing. عندنا wear wear بمعنى يرتدي، wear sun cream، ودي مهمة جدا لأن الناس أول ما يشوفوا sun cream حولك هي معناها تلبس يعني sun cream، قال لي لا، wear لما تيجي مع sun cream أو الكريم بيبقى معناها يضع
مش معناها يلبس. تعالى على بيج 16 وهنشوف الكونفيوزنج ووردز، الكلمات اللي ممكن تلخبطني. ادفايس بالاس بمعنى ينصح، يبقى ده الفعل، اما ادفايس بالسي بمعنى نصيحه، وده النون. عندنا يتنفس اسمها بريذ بريذ، انما النفس اسمه بريث بريث. تاني بريذ اند بريث. عندنا دينجرس وعندنا دينجر. دينجرس دي صفه، انما دينجر ده النون، ده الاسم. عندنا كلمه هوستل وعندنا هوتيل. هوستل اللي هو بيت الشباب او نزول الشباب، انما هوتيل ده بيبقى الفندق. وانا عارفين دايما ان الهوستل بيبقى انكسبنسيف، يعني مش غالي، انما الهوتيل بيكون دايما اكسبنسيف. عندنا كلمه سيل بمعنى يبحر، وعندنا سيل يبيع. تاني سيل بمعنى يبحر، وعندنا سيل بمعنى يبيع. عندنا سيف بمعنى يدخر او ينقذ، اما كلمه سيف لو قلبنا الفي الاف هتبقى امن، هتبقى امن. طبعا هنا مديني ذا ديفرنس بتوين سافونير اند present. طبعا سيفونير دي الهدية التذكارية، يعني انا بشتريها من مكان عشان افتكر ان انا رحت المكان ده. اما البريزنت دي هدية بتعطى في مناسبة معينة. يعني تحت بيقول لي you can buy souvenirs from the old part of the city. طبعا غير كده ممكن اقول when I visited the pyramids I bought a souvenir. يعني لما انا كنت في الاهرامات اشتريت سوفونير، ما قلتش بريزنت. ليه سوفونير؟ لان اشتريت الهديه دي عشان افتكر ان انا زرت الايه؟ زرت الاهرامات. اما بقول اللي تحتها ماي فاذر جيف مي ا بريزنت اون ماي بيرثداي، يعني اداني هديه في عيد ميلادي. طبعا هنا هديه بتعطى بمناسبه معينه، دايما بنقول عليها بريزنت. عندنا السبورتس هنقسمها لثلاث انواع، رياضات بتاخد بلاي، ورياضات بتاخد جو، ورياضات بتاخد دو. قال لي الرياضات اللي بتاخد بلاي دايما الرياضات اللي فيها كوره، فاقول بلاي فولي بول، بلاي باسكت بول، بلاي هاند بول، بلاي تنس، اي رياضه فيها كوره دايما بجيب معاها بلاي. اما الرياضات اللي فيها اي ان جي دايما بجيب معاها جو. واحنا عارفين اصلا ان جو بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، لايك جو دايفنج، جو سويمنج، جو فيشنج، جو سيلينج، حتى اقول جو شوبينج. شوبينج هي مش رياضة، ولكن جو شوبينج معنى تسوق، وهنا جو قلنا بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. بقية الرياضات بقى دايما هجيب معاها دو. خلي بالك شكل دو كاراتيه ودو دو دو. وعندنا كلمة الرياضة نفسها اللي هي سبورت ممكن تاخد بلاي سبورت، وممكن تاخد دو سبورت. طيب عندنا كلمة اكوبمنت شكلها شكل كلمة نيوز بمعنى اخبار، شكلها شكل كلمة انفورميشن، يعني انفورميشن معلومات، شكلها شكل كلمة ادفايس. خلي بالك الكلمات دي كلها كلمات لا تعد، وقلنا الاسم الذي لا يعد بعمله معاملة المفرد. هو بيقول لها I'll go snorkeling this is my equipment. ما ينفعش اقول these are my equipment. ليه قلت is؟ اقول الاكوبمنت اسم لا يعد بيعامل معاملة المفرد. تعالى عندنا الويذر والكلايمت. طبعا كلمة ويذر بمعنى الطقس، وده الطقس بيبقى في مدة قصيرة او في وقت قصير. تاني في مدة قصيرة أو في وقت قصير. فأقول لك What's the weather like today؟ أنا بتكلم عن طقس النهاردة بس. The weather is hot today، يعني الجو حار النهاردة. أما الكلايميت بيبقى المناخ بوجه عام طول السنة. فبقول لك This plant grows better in cold climate، يعني في المناخ البارد، في المناخ البارد. مقصود إن المناخ الدولة طول العام بيبقى بارد. طبعا كل اللي ساتك هتعمله تحت هنا ان شاء الله هتعمله لي في الهوم ورك، هنحل عليه الحصه الجايه هنا في جيم، وكمان هنحل اللي على الفوكابلري دي ان شاء الله في كتاب المعاصر. طيب تعال نشوف موضوع الريدنج او ريدنج تكست اللي معانا. طبعا مهم جدا ان انا اقرا يا جماعه موضوع الريدنج ده وافهمه واعرف ايه الحاجات اللي جت فيه، مش مجرد ان انا بقراه وخلاص. تعال نشوف، ده عباره عن ايميل من سلمى لكاترين. فهنا سلمى بتقول لها Dear Catherine، طبعا عارف ان انا ببدأ الايميل ب Dear and the noun، Dear والاسم بتاعي. تقول لها I'm so happy to hear that، I'm so happy to، I'm so happy to، يبقى لما اقول انا سعيد لي بجيب to زائد المصدر، فاقول I'm happy to hear that، I'm happy to hear that you and your family ان انت واسرتك are visiting or gada in the spring. خلي بالك الفصول بتاخد حرف الجر in. It's a wonderful place for a holiday. لما اقول هو مكان جيد للاجازة فبجيب حرف الجر for. It's a wonderful place for a holiday. There is a lot to do. يبقى لاحظ to do، يعني يوجد الكثير لكي تفعله او للقيام به، بقول to do. And many different places to stay، وبرضو اماكن كتيرة تقعد فيها.
You can come هيبدأ يجيب لي بقى الحاجات اللي انت تقدر تعمل لي فيها. You can come, you can come. طبعا عندنا can فعل ناقص فبيجي ورا مصدر. Stay ودي عايد على can برضو. Stay in a hotel or in the new youth hostel. في نزل الشباب. It's very modern and comfortable. يعني هو حديث وعصري ومريح. But much cheaper than the hotels. بقول بس هو أرخص. يبقى إذن the youth hostel is cheaper than the hotel. طيب cheaper ولا cheap معنى inexpensive، إنما expensive معنى غالي. You can find out، وإن يا جماعة كلمة find out معناها يكتشف أو يوجد. Find out information at the tourist information center. لاحظ تاني إن كلمة information ده اسم لا يعد، ما تترجمش على العربي، يعني ما تقولش هي معلومات كتير فتبقى جمع، لا. Information in English اسم لا يعد، بيعمل معاملة المفرد. At the tourist information center you should، اهو بدأ ينصح. You should go there when you arrive. You should go there when you arrive. لو انا قلت لك استعمل لي if هتقول لي if I were you I would go there when I arrive. لو قلت لك استعمل لي you had better هتقول لي you had better go there when you arrive. لو قلت لك استعمل لي it's a good idea هتقول لي it's a good idea to go there when you arrive. It's next to the police station. هو جنب مركز الشرطة. In the middle. يبقى عايزك تخلي بالك من حرف الجر اللي جه مع middle وهو in. In the middle of the new part of the city. في الجزء الجديد من المدينة. Hurghada has some beautiful beaches. بقول الغردقة فيها. لما اجي اقول المكان فيه دايما بستخدم has and have. So Hurghada has some beautiful beaches when it's windy. لما الجو بيبقى عاصف. طبعا وين هنا معناها رابط. بمعنى عندما. خلاص طب ليه ما اقولش عليها متى؟ لان جاي وراها سبجكت فاعل، انما لما بيجي وراها فعل مساعد هنا اللي بتبقى سؤال بمعنى متى. فبقول when it's windy you should definitely try windsurfing. try windsurfing خلي بالكم حبايبي كلمه try، try دي معناها يجرب او يحاول. قال لي لو انا عايز افعل الشيء لانه صعب مش عايز اوصل للنتيجه بعده ده بستخدم try to زائد المصدر. يعني لو فتح الباب صعب بقول I'll try to open the door، هحاول افتح الباب. لكن هنا try اللي بيجي وراها verb ing بمعنى يجرب، بمعنى يجرب. خلاص اللي هنا التجربه الغرض منها اشوف هستمتع ولا لا. فانا try windsurfing to take a boat trip to the islands around Hurghada. وكمان ممكن تاخد ايه؟ قارب للجزر اللي حوالين الغردقه. You can go scuba diving. قلنا go بيجي وراها verb plus ing. Or snorkeling برضو go snorkeling go بيجي وراها verb ing. You can also go fishing. كل الرياضات اللي في ing get مع go. From a boat you shouldn't walk too much in the sun. نصيحة shouldn't يعني if I were you I wouldn't معناها you had better not وانا advise you not to. You shouldn't walk too much in the sun. It's best to. It's best to. It's a good idea to. It's better to. It's best to visit places early in the morning. يعني you should visit places early in the morning. معنى if I were you I would visit places early in the morning. Don't forget to go to the bazaar. اوعى تنسى. Don't forget to زائد المصدر. Don't forget to go to the bazaar in the old part of the city. It's a good place to buy souvenirs. تاني لما اقول مكان جيد لفعل شيء بقول it's a good place to، واجيب ورا to دي infinitive مصدر. it's a good place to buy souvenirs. have a great time. طبعا لما اجي اتمنى الواحد انه يستمتع بوقته فبقول له have a great time. have a great time وماضي تحت بكلمه سلمى. طيب دلوقتي سيادتك كل اللي انا هطلبه منك ان شاء الله بعد انتهاء درسنا وقرينا الموضوع الريدنج وعرفنا ايه اللانجوج نوتس اللي فيه، حضرتك هتحل لي بيج 18 يعني صفحه 18 دي هتعملها لي في الواجب، ولازم تحلها قبل ما نحلها ان شاء الله في بدايه الحصه اللي جايه. وكمان ان شاء الله هتحل لي بيج 22 صفحه 22 وكمان بيج 23 صفحه 23. يبقى ده ان شاء الله الهوم ورك فور توداي، ده الواجب بتاعنا النهارده لازم تحله عشان الحصه الجايه ان شاء الله تتاكد هل الحل بتاعك ده صح ولا غلط وهل انت فهمت الدرس ولا لا.
Thank you very much for watching. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا معانا النهاردة من خلال حل التمارين ومن خلال موضوع reading و language notes بتاعت listen 1 و listen 2. يلا شير لكل زمايلك، لو لسه ما فعلتش انزل وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة إن شاء الله. So don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.